السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جمال صالح العافية أخصائية تغذية علاجية. اليوم إن شاء الله رح ناخذ الجزء إن شاء الله يكون الثالث والأخير لتغذية الرضع وحديثين الولادة. أخذنا في المحاضرة السابقة عن الحليب الصناعي، إيش الحالات اللي تبدأ يعني يحتاج فيها ذلك الوقت لحليب صناعي، وأخذنا إيش مكونات الحليب الطبيعي، وقلنا أنه أفضل شيء هو الحليب الطبيعي الذي تنتجه الأم للرضيع. اليوم إن شاء الله رح نتطرق إلى الأطفال الخدج. الأطفال الخدج هم الأطفال الذين يولدون قبل إكمال 9 أشهر من الحمل، تمام؟ أهم نقطة نعرفها أنه معدل زيادة الوزن في الحمل يزيد في يعني في الفصل الثالث، يعني البيبي هو في بطن أمه بيزيد زيادة الوزن في الفصل الثالث. عشان كده الأطفال الذين يولدون قبل موعدهم أو قبل دخولهم الفصل الثالث من الحمل يعانون من صغر الوزن. الفصل الثالث من الحمل هو من 6 للـ9، إذن الأطفال اللي يولدوا قبل الفصل الثالث من الحمل أي من 6 للـ9 يعانون من صغر الحجم وقلة الوزن. يعتبر الحليب الطبيعي حليب الأم هو أفضل غذاء للأطفال الخدج، يعني حليب الأم مو بس جيد للأطفال اللي يكملوا 9 أشهر من الحمل، بل هو جيد كمان لجميع الأطفال، يعني حتى لو أنه ما أكملوا 9 أشهر من الحمل، بحيث أنه يكون في ذي الفترة اللي تطلع يعني الحليب اللي تنتج الأم بيكون قليل الحجم، فيكون مناسب لهذا الطفل الصغير المولود اللي حتى ما أكمل 9 شهور، ويكون نسبة البروتين فيه عالية جدا، لأن الطفل الغير مكتمل للحمل هيحتاج إلى كمية بروتين لكي ينمو أعلى من الطفل الثاني اللي أكمل 9 شهور بسبب حجم أعضاء الصغيرة، لأنه طبعا لم يكتمل جميع فصول الحمل فما اكتملت عنده كل الأعضاء. يعني هم الأطفال أصلا أعضاءهم صغيرة لما ينولدوا، والطفل اللي ما يكمل 9 شهور يكون أعضاءه أصغر. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أنه حليب الأم هو الحليب المثالي، يعني كل إنسان على سطح الكرة الأرضية حليب الأم لي حيكون مختلف عن الشخص الثاني، فحتى الطفل اللي يكون مولود قبل موعد أواله حيكون حليبه غير عن الحليب اللي أكمل 9 شهور على حسب بنيته حيتم تصنيعه، يعني هو رزق من عند الله. يحصل تخزين الحديد والزنك والفيتامينات في الفصل الأخير من الحمل، إذن الأطفال الذين لا يكملون جميع أفصل الحمل يولدون مبكرا لا يخزنون الحديد والزنك وتلك المغذيات، لابد من استشارة الطبيب وأخصائي التغذية في حالاتهم، يعني في حالة تغذيتهم لاحقا في الحياة. تقديم حليب الأبقار للأطفال بشكل عام. إحنا الآن قفلنا على موضوع الأطفال الخدج وقلنا أفضل حليب لهم هو حليب الأم والرضاعة الطبيعية. دحين إحنا بنتطرق لموضوع مختلف، موضوع يعني موضوع فرعي لموضوع تغذية الرضع وحديثين الولادة اللي هو موضوع حليب الأبقار بشكل عام. أول نقطة أنه هي هذا حليب الأبقار أكثر من أكثر المواضيع اللي تم مناقشتها من قبل المؤسسات الطبية. طبعاً يعني كم مؤسسة دائماً يناقشوا يروحوا يجوا يصيروا يناقشوا على موضوع حليب الأبقار. يفضل عدم تقديم حليب الأبقار للأطفال إلا بعد سنة من العمر، أي بعد ما يكتمل الطفل عمر سنة ممكن يقدم له حليب الأبقار. حليب الجمل كمان يندرج ممكن تحت ذلك، يعني ما عندي قراءة وافية عن حليب الجمل، لكنه أكيد يندرج تحت موضوع حليب الأبقار. أبحث أكثر عن موضوع حليب الجمل وإن شاء الله أرد عليه. بس أنه إلا بعد سنة من العمر، ولكن هذا طبعا لعدة أمور، منها أنه حليب الأبقار بيحتوي على كمية عالية من البروتين، والبروتين يحتاج إلى الكلى والكبد لهضمه، فالطفل اللي توه مولود حيكون كبده وكليته صغيرة الحجم ما تقدر تستحمل البروتين العالي اللي موجود في حليب الأبقار. والأطفال الرضع يعني لا يحتملون هذا كله، فالنتيجة حيكون جدا صعب عليهم. هذا أيضا على أنه ممكن بيحصل أنيميا فقر الدم بسبب أنه حيحصل زي النزيف الغير مرئي، يعني حينزل دم في البراز بس ما يكون جدا واضح،
يكون كده مايكرو صغير جدا عن طريق الأمعاء بسبب حليب الأبقار. فعشان كده أفضل شيء أنه يتم إعطاءه للأطفال بعد عمر سنة. وإلى عمر سنتين من السنة الأولى للثانية من الحياة يفضل استخدام المنتجات كاملة الدسم، وبعد عمر سنتين يفضل استخدام المنتجات قليلة الدسم أو خالية الدسم تبعا للتوصيات الحالية، لأنه المنتجات الكاملة الدسم سوف تحتوي على العديد من الأحماض الدهنية الهامة في بناء الجسم. تقديم الطعام الصلب للأطفال أي مرحلة الفطام، إحنا قلنا من 0 إلى 6 أشهر أفضل شيء الحليب الطبيعي المطلق هو حليب الأم، وبعدين من عمر 6 أشهر أو 4 إلى 6 أشهر بداية 4 شهور مثلاً عمر 4 شهور أو بداية عمر 6 شهور على حسب الحالة للطفل، ممكن أن نبدأ الفطام عن طريق أن نعطيه الأكل الصلب. تقديم الطعام الصلب في أي مرحلة من الفطام يكون غالباً من عمر 4 أشهر من عمر الرضيع إلى عمر 6 أشهر، لما يوضح الطفل أشياء توضح على أنه قادر على تناول الطعام. طبعاً ليش إحنا بنضيف الطعام للرضيع؟ طبعاً حيكون طعام مع الحليب، لأنه الحليب حيصبح غير كافي لدعم جميع احتياجاته من الطاقة والمغذيات من بعد عمر 4 أو 6 أشهر. لازم ننتبه على عدة من الأمور التي تؤثر على الاحتياجات التغذوية لحالة الطفل. احتياجات الطفل من المغذيات، القوة الجسدية لاحتمال الطفل لتناول الطعام، ومراقبة ومعرفة الحساسية التي قد تحصل للطفل من بعض الأطعمة في تلك المرحلة. يعني إحنا ما نعرف الطفل هذا عمره في حياته ما أكل، فأكيد قد يكون يعني بعض الأكلات ممكن تسوي له حساسيات. يفضل لما نبدأ بتقديم الأطعمة للأطفال أن نبدأ بالحبوب، بعدين الخضروات، بعدين الفاكهة، لأنه لو ابتدينا بالفاكهة أولاً فسوف يتعود الطفل على الطعام الحلو ولن يتقبل بعدين الخضروات لاحقاً، لأنه الأطفال في بداية التقديم لهم الطعام يعني ما يعرف يفرق بين الحلو والمالح مثلاً أو الحلو، لا عادي أي شيء بيأكله، فلما تعطيه طول الوقت شيء حالي حيتعود عليه ورح يرفض أخذ الخضروات، وبعدين لما يصير دائماً يأكل حلو دائماً يأكل أشياء حلوة ممكن يصيبه مرض السكري. فعشان كده أفضل شيء أن نبدأ بالحبوب، مثلاً نأخذ الحبوب الخاصة بالأطفال المدعمة بالحديد ونبدأ فيها. فمثلاً نبدأ بحبوب الأرز زي مثلاً سيريلاك اللي يكون مصنوع من الأرز، هذه حبوب الأطفال لأن حبوب الأطفال بتكون مدعمة بالحديد. وقلنا نبدأ بالسيريلاك اللي مصنوع بالأرز، ليش؟ بعدها بعد الأرز ممكن نبدأ بالشوفان أو الشعير، وآخر شيء هو القمح. ليه؟ لأن القمح من أكثر الحبوب التي توجد حساسيات. يعني أنا القمح في عندي كذا شيء يعني يخليني أحط عليه علامة استفهام، ممكن الطفل هذا يكون عنده مرض السيريلاك اللي هو حساسية القمح. طيب ممكن الطفل يكون في عنده حساسية للقمح بس مو مرض سيريلاك، مرض السيريلاك هذا مرض مناعي، حساسية مناعية يعني من الجهاز المناعي، لكن الحساسية الثانية لا، انه بس الجسم مو مهتم له. عشان كده احنا نخلي القمح اللي هو المحسس اخر شيء نوصل له في الحبوب للطفل، او شيء نقدم له الاشياء اللي تكون مصنوعة من الارز. طبعا في اشياء لازم نلاحظها على الطفل، هذه الاشياء لما نلاحظها تعطيني اشعار على انه الطفل ممكن يعاني من هذا حساسيه من هذه الاكله المعينه، زي حكه في الجلد او ظهور حبوب على الجلد، عدم الارتياح الهضمي او عدم الارتياح التنفسي، يصير يتنفس بسرعه يتنفس بطريقه يعني غريبه، او الحكه. عند ظهور أي واحد من تلك العلامات لابد من إيقاف ذلك الطعام الذي يتناوله الطفل، نوقفه لابد من عشان إحنا كيف أنا عشان ما أسوي خربطة للطفل، إيش أعمل؟ ما أقدم له أكل يكون عبارة عن خلطات، هو تو رضيع، تو صغير على الحياة، ما أقدم له أكل فيه كم خلطة. طب هو لو أتحسس من هذه الأكلة اللي عبارة عن خلطات اللي فيها أكثر من منتج واحد، أنا إيش عارفني هو عنده حساسية من أي؟ مثلاً لو الأم قدمت لطفلها مثلاً يعني هذه فقط كمثال، خلطة فيها موز وفيها بزاليا وفيها مدري إيش، أول مرة تقدم له طب وطلعت له أعراض الحساسية، أنا إيش عرفني هو عنده حساسية من الموز ولا صارت له حساسية من البزاليا ولا صارت له حساسية مثلاً من الذرة؟ ما أعرف. عشان كده نقدم صنف واحد فقط، والطفل أول مرة تقدمي له سواء من عمره 4 أو 6 أشهر بس ترى يستحمل ملعقتين من الأكل، ما يستحمل كثير. إذا إحنا لازم نقدم صنف واحد للطفل بكمية بسيطة، وبعدين ننتظر 4 إلى 5 أيام، يعني نخليه يأكل كل أكلة من 4 إلى 5 أيام،
طيب وبعدين نقدم له صنف ثاني اذا ما يعني احنا نعطي له صنف لمده 4-5 ايام تمام. بعدين اذا ما طلعت عنده اي شيء من اعراض الحساسيه كويس معناته الطفل هذا يقدر يستحمل هذه الاكله المعينه، يصير ممكن اقدم له اكله ثانيه. دي الطريقه اقدر احدد اذا كان الطفل يعاني من حساسيه او لا. لكن لو الطفل اعطته الوجبه من 4-5 ايام وقدم لي عليها حساسيه، لا انا حبعد عنه على هذه الاكله. ممكن ان مثلا نشوف بعدين موضوع الحساسيه، يعني موضوع جدا كبير، يعني في حساسيات انه لا لازم ارجع اقدم له هي ثاني، بس مو دحين، بعدين يعني على حسب العمر تختلف. فموضوع الحساسيه يعني مليء بالتفاصيل وما يسمح لنا فيه وقت الكورس، بس انه الاطفال اذا كانت عندهم حساسيه يعني ما هي حساسيه جدا قويه يرجعوا يقدموا لهم الاكل الثاني بس بعد فتره طويله جدا. نتطرق للحساسيه اذا صار في وقت بعدين. الخلاصه بكذا نكون انتهينا من المحاضره الرابعه، انه حليب الام هو افضل مصدر غذائي للطفل، ويفضل أن الطفل يرضع لمدة سنتين أو على الأقل رضاعة طبيعية مطلقة لمدة 6 أشهر. نبدأ بتقديم الطعام الصلب للطفل عند عمر 4-6 أشهر. يفضل البدء بالحبوب الخاصة بالأطفال، والبدء بنوع حبوب مصنوعة من الأرز، ثم نبدأ نعطيه خضروات، ثم نعطيه الفاكهة. لابد من مشاركة الطفل للعائلة عند تناول الطعام، يعني لما يصير الطفل عمره 9 شهور زي كده لازم يعني يصير ناكل كلنا مثلا مع بعض، وعادي مثلا لو انه يلوص بالصحن او يعني يرمي، هذا بعدين حنتطرق لها. في بداية تقديم الطعام للطفل يفضل ان تكون فقط ملعقتين، ان الطفل بس راح يستحمل ملعقتين يعني من الاكل، ملعقتين صغار. لابد من تقديم صنف واحد للطفل، وثم الانتظار 4-5 ايام، ومن ثم تقديم صنف اخر لكي يتم اكتشاف الحساسية بسرعة. وهذه هي المراجع. وبكذا شكرا لكم على حسن استماعكم، وبكذا انتهينا من المحاضرة الرابعة.